انا خليني ابدا بالدكتوره نيفين. ازاي بتقدري تشوفي وانت حضرتك بتتعاملي مع مجال كله مليان بالتوكل على الله، وهو مجال الطفوله المبكره ومساله تنميتها، وخاصه مع الاطفال في الفترات المبكره دي بيبقى صعب قوي، الناس بيبقى عندهم كتير من القلق، فازاي نتعامل مع، ازاي نستطيع ان احنا نستثمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانواره في حياتنا خاصه في مجال الطفوله؟ انا بشوف ان الطفوله المبكره وشغلي فيها كانت اكتر حاجه علمتني التوكل، لانه الاطفال هم اكتر ناس مش بيسعوا قوي على رزقهم، هو رزقهم بيجي لهم او يا بيسعى سلام. اليهم نعم. في كل بقى المجالات بتاعه الطفوله. يعني لما اشتغلت في الموضوع اكتر اكتشفت ان احنا كنا بنشوف الموضوع تربيه واكل ونوم وشرب، لا ده في حاجات كتيره ليهم زي حمايه اجتماعيه وتغذيه واهل وكل الحاجات دي. فدايما الاطفال كان بيحصل ان كل حاجه ليهم بتكون، يعني هو الطفل بيصحى مش بيفكر زينا انا هخطط اعمل ايه النهارده وهكتسب رزقي ازاي وكل الحاجات دي. فده كان من لطف ربنا، يعني انه ده مجال علمني انه بالعكس اكتر حاجه انه الانسان، يعني مش يعني ان الرزق بيوصل ملوش علاقه بمدى تعيينه او مدى تحصيلنا فيه. وعشان كده الأطفال اللي هم دول أحباب الله، لأن هم المرآة اللي ممكن نتعلم فيها دروس إحنا ما نعرفش نتعلمها غير من الأطفال، زي درس التوكل كده. الأطفال بياكلوا وبيشربوا ويعيشوا وهم ما حدش فيهم اكتسب، بس مش معنى كده إن إحنا ما نكتسبش، ولكن معنى كده إن إحنا لازم نكون على يقين من تدبير الله لنا.